أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على عمق العلاقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تستند إلى أسس راسخة من العمل المشترك وعلاقات تاريخية متينة متميزة تمتد لأكثر من 200 عام. وأشار سموه إلى الحرص الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما يسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مقر رئاسة الوزراء البريطانية 10 داونينج ستريت اليوم معالي السيد ريتشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة، حيث نوه سموه بمستوى العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين وأهمية مواصلة تطويرها نحو شراكات أكبر على كافة الأصعدة بما يحقق التطلعات المشتركة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث نوه سموه بدور المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. هذا وقد شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء بريطانيا توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن الشراكة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار، والتي تهدف إلى استثمار مليار جنيه استرليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا من خلال شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة انفست كورب ومجموعة جي اف اتش المالية وشركة أصول. حيث وقع مذكرة التفاهم بين الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب البريطاني سعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة.